حادثة حصلت في أحد المستشفيات الخاصة جوه طنطا في محافظة الغربية. الحادثة دي أصيب فيها 5 أشخاص. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إنه الأسانسير وقع جوه المستشفى، سقط الأسانسير. طبعا الشرطة في المدينة تدخلت وتم نقل المصابين لمقر الإسعاف جوه المستشفى، وبدأت النيابة تقوم بتحقيقاتها وتباشر يعني بالتحقيقات وسؤال الناس والشهود وأسباب الحادثة إيه، وإزاي سقط الأسانسير أصلا بحاجة في منتهى الخطورة جوه مستشفى، المكان اللي هو بيعالج الناس وناس بتروح له عشان تتعالج وتتخلص من أوجاعها ومشاكلها الصحية، يحصل معاهم القصة دي. طيب معانا الأستاذ مصطفى درة، مراسل اليوم السابع في الغربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بتكلم حاجة خالص والله، سامح أهلا حاجة. وسهلا، أنت على الهواء مباشرة. كواليس الحادثة، آخر التفاصيل، آخر المعلومات، هل في أي حاجة رشحت عن التحقيقات اللي بدأت ولا لسه؟ في دوشة يمكن جنبك. فندم، يمكن محافظة مدينة طنطا شهدت أمس يعني واقعة منصفة، وهي سقوط أسانسير مستشفى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العجيز أول طنطا بشكل مفاجئ، وكان بداخله 5 أشخاص، ويعني أصيبوا بإصابات خفيفة من بينها كسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج. يمكن يعني حالة من الصدمة سيطرت على المواطنين في المنطقه بعدما سمعوا صراخ المتواجدين داخل الاسانسير وسقوطه بهم على الفور في بدروم الاسانسير. ويعني هرعت يعني حاول سكان المنطقه والعاملين في المستشفى يعني انقاذ الموقف، وتم اخراج المصابين. الحمد لله ما اصيب، يعني الحمد لله كلها اصابات الحمد لله يعني كبيرة. بالفعل يمكن انتقلت على الفور للاجهزه الامنيه وسيارات الاسعاف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقع. يمكن بدورها ما تم اتخاذه، ايه اللي بيحصل؟ يمكن مديريه الصحه فور تلقي البلاغ امس وجهت لجنه عاجله من اداره العلاج الحر والاداره الهندسيه بالتنسيق مع حي، يعني بالتنسيق مع الحي والجهات المعنيه، وانتقلت لجنه عاجله من العلاج الحر بمديريه الصحه بالغربيه للوقوف على ملابسات هذه الواقعه، وتم اعداد تقرير عاجل بشان الحادث، واوصت المديريه واتخذت قرارا عاجلا امس بغلق المستشفى، يعني عفوا بعدم استقبال اي حالات الى المستشفى لحين الانتهاء من اعداد التقرير المثل الهندسي والانتهاء من التقرير النهائي لاداره العلاج الحر. يمكن هذا القرار بعد احتراز امس، يعني المستشفى لم تستقبل اي حالات مفهوم اي حالات مرضيه جديده لتلقي العلاج، ولكن القرار تم تنفيذه من فور صدوره من وكيل وزاره الصحه بالغربيه، وتم اختيار محافظه الغربيه بالواقع. يمكن المصابين تم الاطمئنان عليهم داخل المستشفى. طيب وجميعهم شكرا جزيلا استاذ عادل، استاذ مصطفى دره، استاذ مصطفى دره رئيس اليوم السابع في الغربيه.